تذهب ملايين المرشحين. هيدا الرسم لا يخصص للانتخابات. جيلبرت زوين انحكى. ما أنا تركت، تركوني وأخذوا خصمي. في يومها كل وراء مقودها. عادة هذا المجال هو فيه أكثر شيء رجال، بس الطيارة ما بتعرف يسألك. الباسبور للمغترب بألف ليرة وللقاطن بمئتي دولار. كذبة أول نيسان، ما وصلنا لأول نيسان. أعجوبي والله أعجوبي، ولا بصير بالحياة كلها. اليمن بين مملكتين. اشتغلنا مع فرقنا العسكرية بتدريب القوة العسكرية السعودية. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. من معبر الثامن من آذار خرجت الموازنة العامة بفرعها الوزاري المصغر تمهيدا للاستعجال في إقرارها لتكون هدية لمؤتمر باريس الدائن. ومن التاريخ الذي أصبح تاريخا يسطر البلاد نصفين، دخلت جيلبرت زوين سجل الكلام للمرة الأولى بعد مكوث نيابي صامت استمر سنوات تسعا. وتحت شعار جيلبرت انحكت، قالت نائبة كسروان التي فارقت التيار: هني فارقوني. زوين قررت الكلام بعد فوات الأوان. وفي يوم المرأة العالمي الذي شهد هذا العام على حفاوة نون النسوة بترشيحات 111 سيدة يتوزعن على دوائر انتخابية عدة وينافسن أكثر من 700 رجل، وعلى شواطئ التيار الجارف نوابا وصحفيين، أعلن الصحفي جون عزيز أنه حاضر للفداء مع اقتراب نهاية الصوم، وودع زملائه في المحطة والجنرال والصهرين، وقال إنه باق في مشروع دولة بلا فساد ولا فاسدين. أنهى عزيز في استقالته من الأو تي في جدل المستشارين داخل التيار، لكن الجدال الأبرز سيتعزز ويتفاقم على وضع التيار الكهربائي والموعود بجلسة وزارية مهد لها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. وهذا الملف سيبقى خاضعا للمناكفات ما دامت الحلول مؤقتة واللجوء إلى البواخر تسكيج وترقيع، إذ أن البواخر لن توفر الكهرباء 24 على 24، وسيظل المواطن بموجبها يدفع فاتورتين، الأولى للدولة الباخرة والثانية لمولدات الكهرباء. وللخلاص من الفاتورتين فإن الحل النهائي لا يكون إلا عبر اعتماد الخطة الدائمة، وإن استلزمت عاما ونصف عام. وعلى قضية كهربة البلد منذ أسبوع إلى اليوم، فإن التوقعات تشير إلى قرب الإفراج عن الممثل المسرحي زياد عيتاني ليفتح الملف على فصول جديدة من المسرحية الهزلية التي خضت أمن الناس. وأمس طرحت أسئلة كثيرة في أروقة قصر العدل أثارتها التطورات في قضية عيتاني الحاج قانوناً، ولأن المقدم سوزان الحاج ضابط أمن فتحال وفقا لقانون القضاء العسكري حكما أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جيرمانوس. لكن السؤال، لماذا لم يشارك جيرمانوس في التحقيقات مع الحاج لدى شعبة المعلومات والتي كانت بإشراف المدعي العام التمييزي؟ وبدلا من الادعاء عليها قام بإحالة الملف كما هو إلى معاونه هاني الحجار، علما أن القضية ليست من اختصاصه. فهل هذه إشارة إلى تنحي جيرمانوس عن القضية؟ للمرة الأولى في القوانين الانتخابية رسوم الترشح لا تعاد إلى صاحبها حتى لو انسحب أو حاز نسبة أصوات معينة أو فاز في الانتخابات، وعليه جمعت الدولة اللبنانية أكثر من 5 ملايين دولار من رسوم الترشيحات للانتخابات النيابية. فإلى أين ذهبت هذه الأموال؟
من صفر إلى ملايين ارتفعت تكلفة رسوم الترشح للانتخابات النيابية في لبنان منذ عقود، بدءا بحقبة الانتداب حتى اليوم. هو القرار 1307 تاريخ 10 آذار 22، أول قانون عصري للانتخاب بلبنان. هذا القانون وما تلاه لسنة الخمسين حتى بعهد الاستقلال ب43 و47 ما كان في ضمانة للترشيح. أول مرة سنة الخمسين بقانون 10 آب سنة الخمسين اشترط ضمانة للترشيح 5000 ليرة. سنة 53 عدلوا، بدل 5000 نزلوها ل3000. بعد الطائف بقانون 92 10 ملايين ترجع إذا أخذ 10% من أصوات المقترعين. حاليا بالقانون الجديد حددت ضمانة الترشيح ب8 مليون، بس ما في ورود أنه تعاد إليه إذا كذا أو كذا. لأول مرة. ب976 مرشحا كسر الرقم القياسي للانتخابات النيابية. هؤلاء دفعوا 8 ملايين ليرة إلى وزارة المال في مقابل ترشحهم، أي ما مجموعه أكثر من 5 ملايين دولار. فإلى أين ذهبت هذه الأموال؟ هذا الرسم لا يخصص للانتخابات، يعني في مبدأ دستوري هو وحدة الموازنة، بمعنى هذا يدخل إلى خزينة الدولة المركزية وبدوب بهالكمية الكبيرة من الأموال الأخرى. يعني صحيح أنه اليوم نتيجة الترشيحات دخل إلى خزينة الدولة مبلغ كبير من المال، ولكن هذا المبلغ لن يخصص لوزارة الداخلية أو للانتخابات، أو هذا مبلغ جزء من خزينة الدولة، تماما مثل ما خزينة الدولة هي اللي عطيت سلفة لوزارة الداخلية لتنظم انتخابات. 50 مليون دولار هي السلفة التي رصدت من خزينة الدولة لإجراء انتخابات 2018 بناء على طلب وزارة الداخلية، لكن في ظل عدم اعتماد نظام الميجا سنتر أو البطاقة البيومترية تكاليف الانتخابات ستكون حتما أقل من ذلك بكثير. إذا ما في ميجا سنترز هالمبلغ أكيد يخفض، وعمليا السلفة تعني أنه بآخر الانتخابات تعمل حساب جردي بتبعت لوزارة المالية أنه هل قد أنفقنا وهل قد ردينا لكم. هيك حصل عام 2009 السلفة كانت 22 مليار ليرة، ما صرفنا منها إلا 11 مليار على ما أظن، فردينا الباقي، مش هناك اسمها السلفي. هكذا فأن المرشحين ساهموا في دفع تكاليف الانتخابات بشكل غير مباشر من خلال مبلغ 5 ملايين دولار التي صبت في خزينة الدولة. هو مبلغ ضئيل جدا بالنسبة إلى الدين العام الغارق به لبنان، والذي لامس 80 مليار دولار، وعلى ضآلته من حق المواطن أن يسأل أين تنفق أموال الترشح. نعيم برجاوي، قناة الجديد. جواز السفر اللبناني ب1000 ليرة لبنانية فقط عرض انتخابي أم تسهيل لاقتراع المغتربين؟ أول مرة إنه بصير باسبور ب1000 ليرة، ولا شو هيدا؟ عجوبة والله عجوبة، ولا بصير بالحياة كلها، ولا في الأم العربية صارت هيدا. أي كذبة أول نيسان؟ ما وصلنا لأول نيسان. أكازيون عاملين يعني. هذه ليست مصحة ولا نكتة، والحقيقة كشفها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على تويتر، حيث غرد قائلا إنه أصبح بإمكان اللبنانيين المسجلين للاقتراع في الخارج الحصول على جواز سفر جديد ب1000 ليرة لبنانية فقط وبسرعة كبيرة ومن دون تكلفة نقل، وذلك لتمكن من استعماله في الانتخابات النيابية المقبلة. فهل يشكل هذا القرار مادة للطعن في الانتخابات لما تحمله من تمييز ضمني بين اللبنانيين، لاسيما أن هناك قيمة مادية كبيرة يقابدها المواطن المقيم للاستحصال على جواز سفر، إذ يدفع 40 دولارا عن السنة الواحدة و200 دولار كل 5 سنوات؟ عرض باسيل سجلت حوله علامات استفهام بشأن ما إذا كان عرضا انتخابيا أم تسهيلا لاقتراع المنتشرين. تفاجأنا كمواطنين بهذا التويت يلي أعطى حق للمواطنين المغتربين أنهم يتقدموا ويحصلوا على جواز سفر بقيمة 1000 ليرة. لا يمكن اعتبار هذا القرار رشوة حاليا، إلا إذا بين لاحقا أن نتيجة هذا القرار أدت إلى تفضيل مرشح على مرشح آخر، على أن يكون المرشح المتضرر بالطعن على نتائج الانتخابات إذا كان خاسرا أمام المجلس الدستوري. أما حاليا لا يمكن اعتبار هذا القرار كرشوة انتخابية، حتى لو كان هناك مشروع قانون مقدم إلى مجلس الوزراء يعفي اللبنانيين المسجلين في الخارج من رسوم الباسبور، على هذا المشروع القانون أن يحال إلى مجلس النواب لكي يوافق عليه مجلس النواب
لكي يطبق لاحقا وليس مباشرة. الجديد تواصلت مع الأمن العام الذي أكد أن لا معطيات بشأن هذا القرار، وأن مهمة الأمن العام تنحصر في إصدار جوازات السفر وتجديدها ولا علاقة له بالرسوم المالية. هو أعلان مثير للجدل قبل شهرين من الاستحقاق المنتظر، وحتى 6 أيار لا غرابة من إجراء انتخابي إضافي في بلد العجائب. محسن المختفي، قناة الجديد. جيلبرت زوين تخرج عن صمتها بعد 13 عاما، فماذا قالت للجديد؟ إلى هذا المنزل الذي يعود عمره إلى أكثر من 100 عام توجهنا للمرة الأولى منذ 13 عاما. هنا تقطن المرأة التي مثلت قضاء كسروين في المجلس النيابي. هنا تجلس النائب جيلبرت زوين تتحدث بإسهاب عن إنجازاتها التي لم يعرفها اللبنانيون حق المعرفة، ربما لتقصيرها في الإطلالات الإعلامية. إلا أنه في حديقة منزلها تضع امرأة فتوح كسروين الخرزة الزرقاء، فهي التي تفاخر من خلال رؤية الصور بالأبيض والأسود بأنها بدأت العمل السياسي وهي في 14 من عمرها، إلى جانب والدها موريس الذي ورث البيت المفتوح عن والده جورج زوين المعاصر لعهد المتصرفية وكان له حضور سياسي في عهد الاستقلال. اليوم تجلس هي على كرسيها نساعدها في الإعداد اللوجستي لبدء الحديث في الانتخابات والسياسة. أكيدا أنه جنرال عون أبداي من الزعماء المسيحية الكبار، يعني اشتغل كتير لوصلنا لهون وبعده عم بيشتغل مع كل شيء، وأنا عندي كتير احترام وكله لإله. سيرج براند سين رجل فهمان وديناميكي وذكي، كتير ذكي. فإذا ليه بدكم تفترقوا؟ هني فرقوني، أنا ما كنت بدي أفترق منهم، بس هني تركوني، شو بدي أعمل؟ ما أنا تركت، تركوني وأخذوا خصمي. لو ما أخذوا منصور بون كنت قعدتي على جنب جبهة زوين؟ كنت تفهمت يمكن. بيجوا بياخذوا خصمك مطرحك. ما فيك ما ترجعي تكفي وتنزلي على المعركة. لم تمانع البيكة كما يحلو للبعض مناداتها في أن نخرج معا إلى باحة المنزل، فهناك كلام من نوع آخر لم نسمعه منها من قبل. طب بدي أسألك شوي عن الشباب. إيه نعم، عن الشباب. أنا بهموني كتير الشباب، خاصة يكونوا بلبنان، يرجعوا على لبنان ويكون في عندهم فرص شغل هون. طب بعد بعتبر انه هو بده هو يكون بيشارك بهذا بالمجلس الجديد، انه لجنراسيون اذا بدك الجيل القديم يلي بيناتهم جيلبرت زوين، انه اكيدا انا وقتها انا يمكن اخر مرحله فيها مرت الجيب يكون في جان مطرحي. سؤال سوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستغرام، جيلبرت زوين وين منهم؟ هلا في عندي فيسبوك، فتحنا فيسبوك. تأخرت شوي ولا لا؟ إيه لأنه ما بحبهم. ليه؟ لأنه كل شيء غلط، كل شيء هالحكي أي فيه على الفيسبوك ما بحبه. يمكن أنا جاي جينيراسيون من جيل القديم، ماني من جيل الفيسبوك. على الفيسبوك حطيتي جيلبرت زوين انحكت. إيه شو هذا الشعار؟ كثير سألوا عنه، إن شو بعد 13 سنة جيلبرت زوين جاي عم بتقول هلأ بدي أحكي؟ لا حكيت عدة مرات، إذا ما سمعوني شو بدي أعمل؟ حكيت على الراديو، حكيت على التلفزيون، حكيت بالجرايد، عملت انترفيو، عملت إشياء كثيرة، بس إذا الواحد ما بده يتسمع شو بدي أعمل؟ خلي يروحوا يرجعوا لورا بيسمعوا. طب شو بتقصدي لكان بجيلبرت زوين انحكت؟ لا لأنه كلهم بيقولوا ما حكيت، فإذا حكيت هتفضلوا يا حني هول كل المشاريع اللي عملته. أنا كاركتيري وكل حياتي ماتيماتيسيان، الماتيماتيسيان ما بتحكي، ماتيماتيسيان بتشوف شو لازم واحد يقول بيقول بس كم كلمة وبيكفي وبينفذ بيشتغل. ماني حكاويتي. ما حسيت قصرتي تجاه ابنك؟ لا أبداً، ما قصرت أبداً اتجاهه أبداً، لما عاوزني بكون دايما حده. لكن الامرأة فيها تشتغل بالسياسة وفيها تكون ام وفيها تشتغل كل شيء. عم بقول لك كله قصة تنظيم. امرأة او رجل نفس الشيء. المرأة اصعب لها وعندها شغل اكثر من الرجال. ومع هيدا وكله
اشتغلنا. ثانك يو ميرسي لك. ميرسي لك. يلا بعد في شي سؤال عام على كتير. رشا الكرم، قناة الجديد. شو قالت للعصفورة عن أم المعارك طرابلس؟ قالت لي العصفورة إنه معركة طرابلس اللي كنا معتقدين إنها حتكون أم المعارك نفست قبل ما تبلش بمجرد إقفال باب الترشيحات. دائرة المنية طرابلس الضنية بتضم 11 مقعد، لكن الأساس فيها بالنسبة للعصفورة هن المقاعد السنية الخمسة بطرابلس. قائمة المرشحين بتبين وجود 5 مرشحين جديين فقط عن المقاعد السنية الخمسة، وهن سمير الجسر، محمد كبارة، أشرف ريفي، نجيب مئاتي وفيصل كرامي. هيك بالمبدأ ما حدا بيطلع خسران، أما مين الربحان فلازم ننتظر يوم الانتخابات تنشوف مين جمع أكبر حاصل انتخابي وبالتالي يفوز بأكبر عدد مقاعد بهيدي الدائرة. العصفورة بترجح أنه المستقبل يفوز على مستوى الدائرة والرئيس مئاتي يفوز على مستوى مدينة طرابلس. أرقام متفاوتة في عدد المرشحين بين دائرة وأخرى. 26 من آذار تاريخ الحسم. 976 مرشحاً، عدد يناهز 8 أضعاف عدد نواب الأمة. اندفاع واضح إلى خوض الانتخابات النيابية يمكن تقسيمه قسمين. الأول غياب الانتخابات طوال عقد من الزمن، والثاني قانون جديد يسمح بالخرق. غير أن اللافت هو التفاوت في عدد المرشحين بين دائرة وأخرى وقضاء وآخر. الإقبال الأشد كان على دائرة بيروت الثانية، حيث وصل عدد المرشحين إلى 117، يليها عكار وصولا إلى البترون التي لم يتعدى عدد المرشحين فيها 10. يعني طبعا في أكثر من سبب للموضوع، بالبترون معادين فانه 10 متنافسين، يعني 5 تقريبا على عم يتنافسوا على معاد واحد. ببيروت في حاله تانية طبعا النسبه بتصير اعلى، يعني اذا طلعنا على المقاعد السنيه 6 مقاعد، 66 مرشح، يعني تقريبا 11 مرشح على المقعد الواحد. هلا ويمكن كمان بمقاعد تانية بتلاقي نسبه نفسها او اكثر شوي، لانه في احساس ببيروت أن العملية الانتخابية قد تكون سهلة. إن كان الإقبال لافتا عموما فالجدير ذكره خصوصا هو الإقبال السني، حيث يصل العدد إلى 66 من الطائفة السنية في بيروت الثانية وحدها، أي ما يفوق نصف عدد المرشحين الإجمالي. في شعور بكل المناطق اللبنانية وتحديدا يمكن بالشارع السني، يعني بيروت وعكار، أنه هناك رفض، هناك نقمة، هناك إحساس بأنه هذه السلطات، هذه الأحزاب التقليدية لم تحقق رغبات أم لم تتجاوب مع تطلعات البعض بالمعنى السياسي. فمنلاقي ناس أنه هناك فرصة أنه هذه السلطة ضعيفة، فينا نخترقها إن كان عن يمينها أو نخترقها إن كان عن يسارها. لكن هل هذا الواقع فعلي؟ أنا باعتقادي يعني دون ذلك علامات استفهام كبيرة. حسابات الصوت التفضيلي وأنه صوت تفضيلي واحد بغير كثير من القواعد اللي كانت تنحسب فيها. باب الانسحاب سيظل مفتوحا، وقد يزداد كلما اقترب الموعد النهائي لتسجيل اللوائح في 26 من الجاري، يوم تنجز التحالفات ويتبلور المشهد السياسي. وعندئذ كل من لم يستطع التعلق بلائحة يصبح تلقائيا خارج المنافسة. ليال سعد، قناة الجديد. الأحد المقبل موعد انعقاد الجلسة الأخيرة للجنة الموازنة الوزارية بعد جلسة الساعات 6، ووزير المال يرجح إقرار الموازنة في مجلس الوزراء الاثنين المقبل. هي الجلسة 9 للجنة الوزارية المخصصة لدراسة مشروع موازنة عام 2018، التي كان من المفترض أن تكون الأخيرة قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، فأنجزت الموازنة مع تريث لحاجتها إلى بعض التعديلات والمراجعة النهائية، من منطلق أن ما اتفق عليه يجب إعادة صوغه من قبل وزارة المال للوصول إلى أرقام نهائية تحدد الخفض والعجز المتبقي. بحاجة لمراجعة
قبل جلسة مجلس الوزراء اللي متوقع أنها تكون يوم الاثنين. على الأرجح نلتقى كلجنة يوم الأحد المساء حتى إذا كان في أي شيء جديد يكون أو أي رقم جديد خلاصة للي صار اليوم، ونشرح كل أرقام الموازنة خلفياتها وأبعادها والمقاربات اللي صارت فيها، لأنه كمان بدنا نشوف من ميلة تانية التأثير الأثر الاقتصادي لهذه الموازنة، الأثر على الاقتصاد وأيضا على الشأن الاجتماعي. يعني ما بدنا نشوف الموازنة بس مجرد رقم وقيمة عجز، في شيء جذري بنيوي بعد بحاجة برأيي لإجراءات كبيرة. إذا نحن ما فتنا بمسار حقيقي لتخفيض كلفة الدين العام ومقاربة جديدة للنفقات الثابتة، حنضلنا كل سنة نواجه تحدي. حضر وزير الطاقة والتزم الخفض 20% في بعض النفقات الاستثمارية والتشغيلية. بما يخص ملف الكهرباء، الكل عارف في عجز الكهرباء هو ممول من الدولة اللبنانية. هيدا فرق بين التعرفة الرخيصة والكلفة العالية. التعرفة معمولة على كلفة بترول 24-25 دولار كانت بالتسعينات، وبعدنا ماشيين عليها، وهيدا أكيد بده يبين عجز بالموازنة. القرار السياسي الداخلي مدعوما بالتوصيات الدولية لإنجاز الموازنة لم تقل اللجنة اعتراضا من هنا وطلبات من هناك. نتيجة الرقابة الدقيقة السنة الماضية طلع عنا وفد بالضبط 15 مليار ليرة. فال 15 مليار بدنا نعمل فيهم عقود جديدة مثلا أو نصرفهم بأمور أخرى، اعتبرنا أنه هودي كانوا مرصودين لمؤسسات الرعاية ورجعناهم لخزينة الدولة. السنة كان في فكرة انه ال 15 مليار بما انه ترجعوا السنة الماضية على خزينة الدولة تتقلل قيمة موازنة الشؤون الاجتماعية 15 مليار، فجيت اليوم بدي اشرح انه هذا الشيء مستحيل، لأن ما فينا نعرف مسبقا كم مسعف رح يغيب وللأسف كم مسعف رح يتوفى وبالتالي قد ايه رح يكون الوفد. في ثلاث فئات بتوجب المصريات مع الدولة اللبنانية اللي هن المقاولين المبلغ طبعا حوالي 130 مليار للمستشفيات ومجلس الماء والعمار. توعدنا اليوم بأنه بيكونوا يلحظوهم بقانون خاص ممكن عن طريق سندات خزينة أو بأي طريقة أخرى، ولكن هذه المرة الأولى اللي بينخاض هذا النقاش بطريقة جدية. بعد إنجاز تفاصيل الموازنة في انتظار التقرير الرقمي النهائي من وزارة المال، يبدو أن الدخان الأبيض سيتصاعد من السرايا الحكومية حاملا معه مشروع موازنة عام 2018 إلى بعبدة لإقراره حكوميا. رواند أبو خزام، قناة الجديد. في اليوم العالمي للمرأة، أربع نساء يتحدين الأعراف السائدة وقيود المجتمع ويعملن في مهن يسيطر عليها الرجال. أربع نساء ينطلقن كل من خلف مقود إلى طرقات تعج بالرجال. ندى، هدى، بيان وأحلام يعرفن تماماً كيف يتحكمن بمصائرهن وكيف يحجزن مكاناً لهن في قمارات القيادة في مجتمع ذكوري بامتياز. بقول النسوان تعمل عشان السير في رجال ما بتعرف تقعد ولا الدركسيون. يا الله، صار لي 7 سنين عم بشتغل على الخط، عم بشتغل نقلي وحدي بالنهار بس لأقدر أمن لقمة عايشة. أنا عاملة عمليتين ديسك بظهري وحاطة هلأ مثل تلبيسي للفرش، هيدي بتعمل مساج للظهر، حاطة مشد حديد بظهري. في كتير ناس بياخد رقم تليفون يروح جيب أولادهم من الجامعات لأنه ما بيأمنوا يبعتوهم مع أي شفر تاني. أنا لما لقي الناس عم توثق فيي وتأمن لي وتبعتني ورا أولادها وحتى بتاخد أرقام تليفوناتي إذا بدهم أي شيء جبلهم إياه، هيدا الشيء بيعطيني ثقة كتير كبيرة، وأنا كتير مبسوطة بهالثقة بين الناس وبين العالم، ولقيت حالي كأني أختي رجال، فعلا أختي رجال بهالمجتمع هيدا. أنا بدرب طيران كمان بطير. المنظمة اللي أنا فيها اللي هي اسمها 99 هي منظمة عالمية لقائدات الطيارة. بالعالم العربي في كتير بس بلبنان هن قليل. كمان هيك هلأ نحن بالوقت الحالي نحن 3. وقت العالم يعرفوا أنه أنا طيارية أول ردة فعل هي أنه بتفاجئوا، بعدين بصيروا بيبدوا دعمهم. العالم بيحكوا هيك لأنه عادة هذا المجال هو فيه أكتر شيء رجال،
بس الطياره ما بتعرف الفرق. في كثير عالم بحبوا يعملوا طيران، بس انه كان في عندهم صعوبات بالبيئه اللي حواليهم، او لا انت بنات يمكن احسن لك انه تعملي غير مجال، ما تكوني عم تسافري على طول، لانه العالم عندهم فكره انه طيار بيسافر وبيروح ما بيرجع. بس هو كثير صار سهل بهذا العصر. انا مش حستغرب لو شفتي ديناصور او بطريق. سلت سوق الموتوشي 3 سنين. اول فتره اهلي ما تقبلوا الفكره، بعدين بس لما صاروا شوفوا تشجيع العالم كثير شجعوني، وامي صارت كمان تنتبه على الكراج اذا الموتو بعد موجوده او لا. انا سباقه الموتو كثير بحبها عشان كثير بتحسسني بالريل لايف، بتحسسني بكل شيء عم بيصير حوالي، غير لما تكوني بقلب سياره ومسكره. من لما بلشت سوق موتو وانا ثقتي بنفسي زادت، يمكن من العالم طريقه رد فعلهم، هيدي كثير زادت لي وقوت لي من شخصيتي. ايام بوقف على الاشاره بلاقي اولاد صغار واقفين حدي، بلشوا يسالوني بتقبيها، ايام بتقبيها او لا. قلت اني اشتغل ولقيت هذا انسب شيء لالي، لا انه هذا الشغل لالي وانا البوس تبع نفسي. يعني قسم من رفقاتي انه يلقى عيب وكيف ومش معقول وما بعرف شو، وقسم انه نحن فخورين فيك وبرافو عليك وانه خطبه منيحه وحلوه. هلا اكيد هون استغربوها كثير، من اوقات يفكروا انه عم بعمل معهم مقلب، وفي ناس ما بتطلع، في بنات ما بيطلعوا، في شباب كمان ما بيطلعوا. يعني اكثر شيء بيصيروا يحبوا يتصوروا ويكونوا اجانب، يعني انه يي لبنان لا بنت عم تسوقني بتلاقيهم، لا انه حنروح نخبر برا. في كثير اشياء بحياتي عملتها مثل اي رجال، بوصل لمحلات عن جد الرجال بيوقف عندها وبيفكر فيها اذا بيعملها ايه اما لا. لا اكيد انا فخوره بحالي واثقه من نفسي كثير. المراه التي تقود دراجه وسياره وحافله، والمرأة التي تحلق بالطائرة، لا تزال أمامها معوقات كثيرة للوصول إلى سدة القيادة السياسية في بلد يقوده سياسيوه إلى الهاوية. سنة السبلاني، قناة الجديد. المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدوين سامويل يؤكد لقناة الجديد دعم بريطانيا للشرعية في اليمن، ويشدد على احترامها القرارات والقوانين الدولية والإنسانية. في مقابلة خاصة مع قناة الجديد، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا أدوين سامويل أن الحكومة البريطانية تدعم التحالف العربي بقيادة السعودية، مشيرا إلى أن الهدف من التواصل الدائم بين بريطانيا وحلفائها الإماراتيين والسعوديين والعمانيين هو بحث كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين. الحكومة البريطانية تدعم التحالف العربي تحت رئاية أو تحت قيادة المملكة العربية السعودية باستعادة الحكومة الشرعية اليمنية في مكانتهم في صنعاء. لذلك نشتغل مع السعوديين وأيضا الإماراتيين لتوفير التدريب العسكري من القوة العسكرية البريطانية بتفتيش كل السفن التي توصل المساعدات، لتفتيش بسبب حاجة لسيطرة على دخول الأسلحة التي الهوثيين يستطيعون يستخدموها. وعن الاتهامات التي تطاول الحكومة البريطانية من المعارضة بخصوص بيع أسلحة إلى السعودية على الرغم من الحظر وإرسال مستشارين عسكريين بريطانيين إلى اليمن، أوضح سامويل للجديد أن موقف حكومته يأتي لدعم الشرعية في اليمن. علينا أن ننظر إلى الصورة الكاملة، لأن كان في انتهاكات على حقوق الإنسان من جهات مختلفة غير فقط من التحالف، واشتغلنا مع فرقنا العسكرية بتدريب
القوة العسكرية السعودية بقدرة تحقيق هذه الانتهاكات لما هي تحصل. وموقف الحكومة البريطانية هذا ندعم عملية العسكرية لاستعادة الحكومة الشرعية اليمنية بمكانته. وشدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا أدوان سامويل على أن جوهر السياسة البريطانية في اليمن هو احترام القرارات والقوانين الدولية والإنسانية. بعد الفاصل عزيز يستقيل وأبو صعب يتريث. أهلا بكم من جديد. الإعلامي جون عزيز ودع واستقال من محطة الأو تي في، والوزير الياس بو صعب أكد أنه لم يعد هناك ضرورة لرفع دعوى قضائية. بعد تقديم استقالته كمستشار لرئيس الجمهورية، استمر الإعلامي جون عزيز في السير على درب الجلجلة، مؤكدا أنه مستعد للفداء مع اقتراب نهاية الصوم، فاستقال من محطة الأو تي في أيضا. استقالتان فسرهما البعض قصاصا يدفعه عزيز قربانا لخطيئته في المقدمة التي خط فيها هجومه العنيف على الوزير الياس بو صعب. حاولنا سماع وجهة نظر عزيز لكنه اعتذر عن إجراء أي مقابلة قائلا: الوقت في زمن الصوم للصلاة والصوم. وكان عزيز في تغريدته الأخيرة قد أكد أنه باق في مشروع دولة بلا فساد وبلا فاسدين، مضيفا: كل التقدير لك جبران، وعلى العهد يا سيد العهد، وداعا. وفي اتصال بالوزير السابق الياس بو صعب فضل عدم التعليق على الاستقالة الأخيرة، وعند سؤاله إذا ما زال مصرا على رفع دعوى على الأو تي في بعد استقالة جان عزيز، أجاب أنه بعد المستجدات تريث ولم يعد هناك ضرورة لرفع دعوى قضائية. إشكال السوريين في عين دارة بين المجلس البلدي والأهالي. هذه المرة جاء دور بلدة عين دارة، حيث وقع إشكال كبير بين أهالي البلدة والسوريين المقيمين بها على خلفية تلاسن بين الطرفين. توجهنا إلى المجلس البلدي لنأخذ رأي رئيس البلدية بما حصل. إشكال فردي صار، لا ما بشكل خطر، يعني خطر بمعنى بشكل عبء على أهل عين دارة، لأنه عين دارة ضايعة، نص أهلها مهاجرين، نص الثاني بين هون وبيروت، يعني بالشتاء مثلا بيكونوا هن نسبة كبيرة بشكله أكثر من أهل الضيعة. طبعا نحن واجباتنا بنراقب، عنا دوريات بالليل ونحن مانعين تجول من فترة، بعد الساعة 9 ممنوع التجول. وعن وجود سلاح مع السوريين المقيمين في البلدة. نهائيا نحن أول شيء منه اختصاصنا، شق أمني اللي هو مش من صلاحية البلدية، مصالحية الأجهزة الأمنية. إلا أن هذا الفيديو يوثق شابا سوريا يقول بدي أوصو، وهو متوار عن الأنظار منذ وقوع الإشكال. لكن رأي أهالي البلدة جاء مختلفا. ليل نهار بيضلوا قاعدين، لا بلدية تسأل عنهم ولا في دوريات، كل أعضاء الشرطة البلدية اثنين بعين دارة، مع احترامي لإلهم يعني لا بيقدروا يعملوا دوريات ولا بيقدروا يضبطوا الوجود السوري. هذا الشيء مش قبلانين فيه ابدا، لانه وجود السوري بهذا الشكل الكثيف بعد ترم معين اكيد رح يشكل اسباب خطيره بالضائعة. وبتمنى على البلديه والشرطه البلديه نبشوا بيوت السوريين، اكيد عندهم سلاح بعين دارة، ونحن ما بدنا تتطور المشاكل اكثر من هيك. نحن مع اهل بلدنا، ما بنقبل انه هالتصرفات اللي عم يعملوها بعين دارة، يعني بيكونوا اوادم الف اهلا وسهلا فيهم، ما بيكونوا اوادم شوف السلطات شو بدها تعمل. فإلى متى سيتنقل ملف السوريين من بلدة إلى أخرى حاصدا مزيدا من الإشكالات والجرائم؟ وزارة الإعلام وهيكليتها واسمها الجديد في انتظار الإقرار في مجلس النواب. الانتخابات والتحالفات جوهر اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزير الإعلام ملح مرياشي في عين التينة، من دون أن يكشف الطرفان تفاصيل انتخابية أكثر، فيما حرص الوزير الرياشي على تأكيد ما يجمع بين القوات اللبنانية والرئيس بري. كان لي شرف لقاء دولة الرئيس
بري يلي منكن له احترام كتير كبير، يلي بيجمعنا فيه ما قاله يوما الإمام موسى الصدر بالكنيسة الكابوشية: الأديان خلقت للإنسان ولكرامة الإنسان، ونحن كقوات لبنانية نؤمن أن قضيتنا هي الإنسان، أي إنسان في أي زمان وأي مكان. تجمعنا أمور كثيرة، ولو فرقتنا في بعض الأحيان نقاط سياسية معينة نختلف عليها، وكذلك في مواضيع لها علاقة بوزارة الإعلام، بالهيكلية الجديدة، بالاسم الجديد لوزارة الإعلام الذي وعدني دولة الرئيس أنه ينتظره بفارغ الصبر لإقراره في مجلس النواب، وكذلك بنقابة المحررين الذي ينتظر أن تحال إلى مجلس النواب لإقرارها بأسرع وقت ممكن. وبحث الرئيس بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الوضعين المالي والاقتصادي. في عيد المعلم، رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يستذكر سنوات دراسته على مقاعد الفرير، ويركز على أهمية محافظة الأساتذة على التوازن بين المهنة والرسالة. اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد أولى تويني على نتائج الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين، والتي حققت سلة إنجازات أبرزها فتح باب التأشيرات للبنانيين القادمين إلى مطار بغداد عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، وتقديم التسهيلات لعمل شركات المقاولات في لبنان للمساهمة في إعادة إعمار العراق، والأهم العمل لفتح معبر التنف بين سوريا والعراق لتسهيل مرور الشاحنات والصادرات اللبنانية. وأمام منسق مدارس الفرير في لبنان أميل عقيقي الذي زار بعبدة على رأس وفد، استذكر الرئيس عون سنوات الدراسة الطويلة على مقاعد معهد الفرير، وركز على أهمية محافظة الأساتذة على التوازن بين المهنة والرسالة كي لا يتعرض هذا التوازن للاختلال، داعيا إلى تعزيز الثقافة الوطنية كي لا تتكرر الأمور التي شهدناها في الانتخابات السابقة حيث سقط 50% بالإغراء المالي. دبلوماسيا، منح رئيس الجمهورية سفير اليونان وسام الأرزي من رتبة ضابط أكبر، واستقبل كذلك السفير اللبناني المعين في المغرب زياد عطلة، وبحث الوضع الصحي مع النائب السابق إسماعيل سكري الذي قدم له نسخة عن كتابه الجديد الصحة حق وكرامة. خالد حبلوس يعلن في تسجيل صوتي من داخل سجن رومي بدء المعتقلين الإسلاميين إضرابا عن الطعام حتى إقرار قانون العفو العام الشامل. فيا أيها الرؤساء الثلاثة، كما تمكنتم من إيجاد حل للذين احتلوا الجرود لسنوات وخطفوا وقتلوا وذبحوا عسكريين وأدخلوا السيارات المفخخة إلى لبنان فقتلوا الكثير من الشعب اللبناني، فتأمن خروجهم بالباصات المكيفة تحت الحراسة اللبنانية إلى أن وصلوا حيث يريدون، وكان ذلك طبعا من أجل حماية لبنان وحدوده، ونحن نفهم ذلك. فلذا لا يعجزكم إيجاد حل لبعض المتورطين لإخراج آلاف المعتقلين من كل الطوائف من السجون وحماية الداخل اللبناني من أي فوضى. استعينوا بالمرجعيات الدينية في كل الطوائف، ستجدون حلا يتناسب مع الجميع وفي وقت قصير. خفراء الجمارك يعتصمون تنديدا بتأخير إعلان نتائج مباراتهم. نفذ خفراء الجمارك الذين تأخر صدور نتائج مباراتهم التي أجروها عام 2014 اعتصاما في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإصدار النتيجة وإلحاقهم بوظائفهم بعدما باتوا عاطلين من العمل وعاجزين عن ضمان مستقبلهم. نحن قلنا 4 سنين مقدمين على دورة خفراء الجمارك اللي بعمرنا هن توظفوا وعلقوا رطب على كتافهم كمان من 4 سنين لحديت هلا، ونحن ناطرين النتيجه. نحن اعمارنا صارت فوق ال 25، يعني ما بقى لنا نفوت على سلك الدوله، تخطينا العمر القانوني لحتى نفوت على اي مباراه بسلك الدوله. فنحن بدنا نناشد رئيس الجمهوريه
والرؤساء الثلاثة ووزير المالية إنه نحن وين نتائجنا؟ نحن ما عاد فينا نشتغل أي شيء، نحن عاطلين عن العمل، نحن أهلنا كل نهار الصبح بيسألونا شو بدكم تشتغلوا؟ شو روحوا اشتغلوا ظبطوا حالكم، اللي بأعمارنا راحوا بنوا مستقبلهم، نحن ناطرين دورة الجمرك لنبني مستقبلنا. وأعلن المعتصمون أنهم سيلجؤون إلى الشارع ويصعدون تحركهم إلى حين بت قضيتهم. بعد الفاصل استشهاد مراسل في الغوطة. أهلا بكم من جديد. غارات جوية مكثفة على الغوطة الشرقية واتهامات بقصف المدنيين بمادة الفوسفور الحارقة وتأجيل دخول المساعدات إلى أجل غير مسمى. شهدت سماء الغوطة الشرقية غارات جوية مكثفة استهدفت الأحياء السكنية في مدن وبلدات حرستة وزملكة ودومة وعربين والشيفونية وكفر بطنة والأشعري وبيت سوا بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي وفق مصادر الدفاع المدني السوري الذي اتهم الجيش السوري بمعاودة قصفه بالفوسفور الحارق بلدتي صقبة وحمورية، ما أسفر عن وقوع حالات اختناق بين المدنيين واندلاع حرائق كبيرة في الأبنية السكنية. وأعلن قائد عسكري في القوات الحليفة للجيش السوري أن قوات من الجيش تمكنت من شطر الغوطة الشرقية إلى جزئين، فيما توشك القوات الحكومية المتقدمة من الشرق على الانضمام إلى القوات عند الطرف الغربي للجيب. ونقلت وكالة رويترز عن القائد العسكري أن عرض الجزء المتبقي من الأراضي الذي يربط الجزئين الشمالي والجنوبي للجيب يبلغ كيلومترا واحدا وتسيطر عليه القوات الحكومية، الأمر الذي يعني أن الغوطة الشرقية فصلت إلى جزئين على حد قوله. من جهته نفى المتحدث باسم فيلق الرحمن وهي من أهم مجموعات المعارضة في الغوطة الشرقية وائل علوان هذه المعلومات. إلى ذلك أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تأجيل دخول قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت مقررة الخميس إلى الغوطة الشرقية في سوريا إلى أجل غير مسمى بسبب تسارع وتيرة المعارك في المنطقة. المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن إرسال قوات النظام 700 عنصر على الأقل بينهم مسلحون أفغان وفلسطينيون موالون له إلى جبهات الغوطة، فيما اكتفى مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه المغلق حول سوريا الذي استغرق 3 ساعات بالإعراب عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في البلاد. إن أعضاء المجلس أعربوا عن القلق بشأن الوضع الإنساني ووجدوا دعوتهم إلى تطبيق قرار وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 2401 الذي يطالب الأطراف كافة بوقف القتال في جميع الأراضي السورية لمدة 30 يوما من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان. هذا واتهم المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد رعد بن الحسين النظام السوري بالتخطيط لما يشبه نهاية العالم في بلاده. أعلنت وكالة سانا السورية عن استشهاد المراسل الحربي لقوات الدفاع الوطني الرديفة حسن علي بدران خلال تغطية عمليات الجيش السوري ضد تنظيم جبهة النصرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وأشارت سانا إلى أن بدران كان قد شارك في تغطية المعارك التي خاضها الجيش السوري والقوات الرديفة في مختلف مناطق سوريا. وقالت قيادة الدفاع الوطني إن بدران لقي حتفه أثناء معارك الغوطة الشرقية في جبهة المحمدية، والشهيد هو ابن العميد الركن المظلي في الجيش السوري علي محمد بدران الملقب بأسد القوات الخاصة والذي قتل أيضا خلال المعارك في حرستة في تشرين الثاني الماضي. هتلاقي شباب ساعات صغيرة 18-20-22 عم تندفع عم تطلع من الشام لدير عم تيجي من حلب عم تيجي من الساحل من كل المناطق بتحارب بتثبت ان الشعب السوري واحد، دم السوري واحد، داعش ما له مكان عندنا، داعش انتهت اذا الله راد، هن هلا عباره عن شويه صعاليك منتشرين بالصحراء ضايعين، وابطال جيشنا قوات رديفه عم تصيدهم، الله يحمي كل عسكري، كل مقاتل طالع على الجبهه، وقد ما فيني لحاول وثق حربي مثل ما حكى الله يرحمه الشهيد.
يواصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جولته الأوروبية التي انطلقت الثلاثاء من بلجيكا، ووصل أمس الخميس إلى بلغاريا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حيث يلتقي في العاصمة صوفيا الرئيس رومان رادف ورئيس مجلس الوزراء بويكو بوريسوف، ويوقع عددا من معاهدات التعاون المشترك بين البلدين. واختتم الشيخ تميم زيارة رسمية لبلجيكا استمرت يومين، تخللتها لقاءات مع مسؤولين بلجيكيين وأوروبيين ومن حلف الناتو، فضلا عن توقيع اتفاقيتي تعاون مع كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. من جانبها جددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسية الخارجية فيدريكا موغيريني في خلال لقائها أميرة قطر تشديدها على دعم الاتحاد للوساطة الكويتية لتحقيق المصالحة الخليجية وعلى استعدادها للمساعدة في حل الأزمة. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده ارتكبت أخطاء عند بدء الأزمة اليمنية فلم تكن تمتلك استراتيجية فعالة. وأضاف الجبير في مقابلة مع صحيفة دي جارديان البريطانية: لقد ارتكبنا أخطاء عندما بدأت الأزمة، قائلا: التصور كان أن أغنى بلد عربي يهاجم أفقر البلدان العربية، لا أحد يحب الحروب بما في ذلك نحن، إنها حالة فرضت علينا، إنها ليست حربا عدوانية بل هي حرب دفاعية لمنع أي دولة من السيطرة عليها، في إشارة إلى إيران. من جهة ثانية أعلن مكتب رئيسة مجلس وزراء بريطانيا أن تيريزا مي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا على أهمية الحل السياسي في اليمن، حيث إنه السبيل الوحيد إلى إنهاء الصراع والمعاناة الإنسانية في هذا البلد، فضلا عن ضرورة دخول المساعدات إلى اليمن. كما اتفقا على أهمية مواجهة تدخلات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. هذا وأعلنت ناطقة باسم مكتب تيريزا مي في بيان أن الرياض ولندن تعملان على رفع حجم التجارة البينية إلى 65 مليار استرليني، أي 90.26 مليار دولار في الأعوام المقبلة. وأضافت: هذه دفعة مهمة لازدهار المملكة المتحدة ودلالة واضحة على الثقة الدولية القوية في اقتصادنا، بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وبالتزامن شهدت العاصمة البريطانية تظاهرات لمنظمات حقوق الإنسان في لندن تنديدا بالزيارة ورفضا لتصدير السلاح إلى السعودية، كما طالب المتظاهرون بوقف غارات التحالف العربي الذي تقوده الرياض في حرب اليمن، وقالوا إنها تسببت بمقتل مدنيين. ترندز والزميلة نور صومة. مرحبا. عم يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، وسيطرت جميع النساء من حول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي وتكرمت وتقدرت أعمالها ونضالها وتضحياتها، كما أنه تصدر عالميا هاشتاغ يوم المرأة العالمي وومنز داي الترندينج هاشتاغز. وبلبنان كتير كانت التحيات الموجهة للمرأة بها نهار من قبل رجال سياسيين وفنانين وغيرهم، وانتشرت صور النساء يلي محققين إنجازات ودخلوا التاريخ بوقوفهم ضد السلطات، إن كان بالدفاع عن حقوقهم أو بضربة النازيون الجدد بالجزدان سنة 1985 أو المطالبة بحقوق أصحاب البشرة السوداء سنة 2016، بالإضافة إلى أسماء ذكرت مثل أوبرا وينفري، الملكة رانيا، أمل علم الدين وغيرهم. كما أنه كان للصبية عهد التميمة حصة كبيرة من المعايدات والتقديم كونها بتمثل الإمرأة القوية والجبارة بمجتمعنا اليوم. وإلى سريلانكا والسلطات السريلانكية يلي حجبت السوشيال ميديا بما فيه فيسبوك على خلفية هجمات وأعمال عنف ضد المسلمين، وأعلنت الشرطة السريلانكية عن اعتقال 7 أشخاص فيما أصيب 3 من رجال الشرطة بجروح، وأشارت إلى أنه هالشي بسبب منشورات عم بتحرض على العنف ضد المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي. وآخر أخبارنا من شركة سناب يلي بتملك تطبيق سناب شات يلي أخذت قرار إقالة 100 موظف من قسم الهندسة يلي بيمثلوا 10% من مهندسين الشركة، وتعتبر هيدي أكبر خطوة تسريح عمال بالشركة حتى اليوم. لهون بنكون وصلنا لنهاية ترندز، يلي فيكن تتابعونا على فيسبوك وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لقونا بكرة لأخبار جديدة من السوشيال ميديا. وإلى فن الخبر مع الزميل عمر خداج. سعيدة،
معظم الفنانين عيدوا المرأة اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمي على طريقتهم، وخصوصا كل من هبة طوجي وأسامة الرحباني يلي أهدوا المرأة اليوم بعيدة كليب مصور جديد لأغنية مين اللي بيختار بعد إعادة توزيعها. الأغنية من كلمات غدير الرحباني وبتحكي عن صراع الإمرأة مع محيطها بطريقة هبة طوجي المميزة كالعادة. احتفلت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بعيد ميلادها وسط مجموعة من أصدقاء المقربين من مصر ولبنان في أحد فنادق القاهرة. أما أكثر ما لفت بهالمناسبة كان حضور والدتها يلي كان مفاجئ. أكد مخرج المصري مسعد فودا رئيس اتحاد الفنانين العرب أنه بيرفض تماماً فكرة أن يقوم أي مهرجان عربي بالتطبيع مع فنان تعامل مع إسرائيلي، وذلك على خلفية قيام مهرجان شرم الشيخ السينمائي في دورته الثانية بإشراك المخرج والفنان الفلسطيني إياد حجاج يلي سبق وتعاون مع منتج إسرائيلي في فيلم من إنتاج 2013 بعنوان أحلام لم تراودني وفق ما تردد. وأكد مسعد أنه رح يشتغل خلال الفترة المقبلة على كشف ملابسات الموضوع لكون الأمر يخص الفن العربي. You lied to me. This is what's wrong. Do not flush it down the toilet. Why don't you try to be a human being for once? يذكر أنه مهرجان شرم الشيخ قام بعرض الفيلم خلال نشاطاته وشدد على أنه إياد حجاج الفلسطيني مناضل عربي ولم يطبع مع إسرائيل. شكون اللي قالك أنا هنجيك تاني؟ شكون اللي قالك أنا هنجيك تاني؟ وصل الفنان المغربي سعد المجرد إلى المطار بعد سنة على غيابه عن بلده المغرب بسبب قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية الأصل، وعلى الرغم من خروجه من الباب الخلفي تفاديا للقاء جمهوره والصحافة المغربية إلا أنه محبيه تداولوا أول صورة له من داخل منزله بالدار البيضاء، وظهر المجرد في الصورة برفقة فتاة قيل إنها خبيرة التجميل الخاصة فيه. لهم مشاهدينا تكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، منشوفكن، باي باي. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع النهار التي عنونت الخليجيون عائدون ودعم فرنسي للجيش. أيضا في النهار قدم الغوطة مستمر وتقدم تركي مهم في عفرين. ننتقل إلى صحيفة الأخبار، مرحلة جديدة في جيب الغوطة، وكماشة تركية تطبق على عفرين سعودي أوجي، حل أم رشوة؟ قطار الساحل اللبناني. ننتقل إلى صحيفة الأنوار، وزير الداخلية، الحلفاء يتنافسون في الانتخابات وفقا لقانون قايين وهابيل. أيضا القوات الدولية تحتفل في صور بيوم المرأة العالمي، اليونيفيل تتحدث عن التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل، المعارضة في إعلان حكومة دمشق عن تقسيم الغوطة إلى شطرين. إلى الديار، ما سر استياء حزب الله من جبران باسيل؟ خطة ترامب للتوطين الشهر المقبل، والسعودية تربك الموقف اللبناني. سقوط الطائرة الروسية، التحقيق يطرح سؤالا. ننتقل إلى صحيفة المستقبل التي جاء فيها المركزي لإصدار تعميم يساعد المصارف على الاستمرار بالإقراض، حل مؤقت لقروض الإسكان، والعين على 2019، مثلث القهر. يونيسف، الغوطة الشرقية جحيم للأطفال، التسامح الديني بين ولي العهد السعودي وأسقف كانتربري. في البناء، الجيش السوري يواصل التقدم في الغوطة، وأهالي كفر بطنة يفاوضون المسلحين على الانسحاب. واشنطن تعترف بفشل منظومتها الصاروخية أمام الترسانة الروسية بعد خطاب بوتين. المشنوق يهز شباك النائب النفس من الجزائر بالحديث عن مشروع إيراني يهدد عروبة لبنان. ننتقل إلى اللواء التي جاء فيها سباق اللوائح والاستحقاقات وإعلان مرشحي المستقبل قبل الاتفاق مع معراب. الموازنة الاثنين إلى المجلس، التخفيضات تطال التقديمات والتدبير رقم 3، والمشنوق ينتقد قانون قابيل وهابيل.
الولايات المتحدة وإسرائيل تؤكد أن الاستعداد لأي تهديدات في المنطقة، مناورات كوبرا، اعتراض صواريخ إيرانية من لبنان وسوريا وغزة. وإلى صحيفة الجمهورية، التدبير الرقم 3 يثير مشكلة عسكرية، اليونيفيل ترصد الجدار. في الحياة لهذا اليوم، شكوك في حالات اختناق وتعرض المنطقة لقصف بغازات سامة، دمشق تضيق على فصائل الغوطة، وأنقرة تحقق اختراقا في عفرين. أكد العمل من أجل حل سياسي في اليمن ودخول المساعدات من دون قيود محمد بن سلمان ومي اتفاق لمواجهة تدخلات إيران. ونختم مع الشرق الأوسط، التي عنونت التقى مي في مقرها الصيف الريفي واجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية و18 اتفاقية بملياري دولار. محمد بن سلمان وأسقف كانتربري يشددان على التسامح، تحقيق للشرق الأوسط في شمال شرقي سوريا، مربعان أمنيان للنظام في مناطق الأكراد، قصف جنوني على الغوطة تمهيدا لتقسيمها. تذكير بعناوين النشرة. أين تذهب ملايين المرشحين؟ هيدا الرسم لا يخصص للانتخابات. جيلبرت زوين انحكت. ما أنا تركت، تركوني وأخذوا خصمي. في يومها كل وراء مقودها. عادة هذا المجال هو فيه أكثر شيء رجال، بس التيارة ما بتعرفي. الباسبور للمغترب بألف ليرة وللقاطن بمئتي دولار. أول نيسان، بعد ما وصلنا لأول نيسان. عجوبي والله عجوبي، ولا بصير بالحياة كلها. اليمن بين مملكتين. اشتغلنا مع فرقنا العسكرية بتدريب القوة العسكرية السعودية. ختام نشرتنا. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. ألقاكم عند 10:30. إلى اللقاء.